بالنخبه القضائيه بعد يناير 2012. الرساله الاولى اللي ارسلها التايم الديمقراطي ان انا في انتظار المقضى ان هو يكون بمهمته العاديه. هذا الحكم لا حقق قصاص ولا حقق حقيقه، وزاد على ذلك في ان هو قدم وجهه نظر منحازه بشده ضد الثوره المصريه. لا، المذكره كانت بتقول بشكل واضح، وانا في التبيان ما شفتش، ويمكن ده يبقى طعن النيابه، يمكن طعن النيابه يعتمد على ده، بس انا في التبيان بتاع الحكم الحقيقه ما شفتش ان كان في اوامر خدمه بتقدمها للمحكمه بتقول ان في سلاح اسلحه شخصيه وفي قوات او 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 او, أو تشكيلات قتاليه وان في فرق قناصه يعني وبالاعداد وبالتدريب. مش بس كده، ده في تزوير من الداخليه للدفاتر التسخير. يعني دكتور احمد راغب، لماذا الاندهاش من حكم البراءه على مبارك؟ انا ما اظنش ان في اندهاش ولا حاجه، هو نتيجه منطقيه للمشاكل في جهاز العداله المصريه، ويعني هو استكمال للمشاكل، مش بس قضيه قتل متظاهرين متهم فيها مبارك وحبيب العدلي ومعاونين، لما في كل قضايا قتل واصابه المتظاهرين في الثلاث سنين اللي فاتوا كان مصيرهم هو نفس مصير قضيه مبارك. حضرتك لسه كنت موجوده في ندوه لشرح حيثيات البراءه على مبارك، شايف ان مبارك فعلا يستحق البراءه؟ لا، شايف انه لا يستحق البراءه، مش لانه مش علشان القضيه دي، لا هو كان مسؤول في وقت من الاوقات، وهو في نظام الثوره قامت ضد هذا النظام، النظام ده فاسد والنظام ده فيه اخطاء وفيه خطايا وذنوب كتيره جدا جدا الفتره اللي فاتت. واللي انا عرفته انه قصاد القاضي كان في حاجات تدين، وانه القاضي عنده صلاحيات انه يعيد التحقيق تاني في هذه القضايا، فانا شايفه ان هو متهم ومدان بس خد براءة. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذ فادي رمزي، حضرتك من الناس اللي نزلت ميدان التحرير في ثوره 25 وكان يعني حلمك وحلم ناس كتير كده ان الاوضاع في مصر تتغير للاحسن، بس هل من ضمن الاهداف دي ان مبارك نفسه كان يتحاكم؟ هو من ضمن الاهداف دي ان الناس اللي انا شفتهم بيتدهسوا بالعربيه على كوبري قصر النيل واللي شفناهم على الفيديو، الناس دي في مسؤول عن وفاته، في حد مسؤول عن الاصابات والدم اللي سال خلال فتره الثوره واللي انا شاركت فيها وشفتها وناس كتير شافتها. تمام، مين المسؤول بقى؟ يعني في قاعده يعني او مقوله قالها عمر بن الخطاب، اذا تعثرت دابه في العراق فسؤل عمر عنها. طيب، يبقى اذا كل والي مسؤول عن رعيته، لو بيتكلم عن الدواب او البهائم، فاحنا ما بالنا بناس قاموا ثوره ضد النظام كان على راسه حسني مبارك، يبقى هو اكيد مسؤول مسؤوليه ما، هي مباشره غير مباشره، فمطلوب ان هو يتحاكم بحجم مسؤوليته. انا ما لقيتش ان هو يتحاكم بحجم مسؤوليته، لقيت ان هو خد براءه، يعني وما معناه ان كل الدم اللي راح ده هو مش مسؤول عنه خالص. لو سمحت يا اسطى، عايز اعرف راي حضرتك في براءه مبارك اللي اخدها امبارح. والله حضرتك يستاهل البراءه. ليه يستاهل البراءه؟ يستاهل البراءه لان هو ما امرش بالحكم بالقتل، لانه الراجل ده اصلا راجل اساسا راجل عسكري، والعسكريه ما بتقتلش من وطنها.